أثناء التجلي يا أستاذ ملاك، يعني حضرتك عندك 24 سنة. لا مش دلوقتي، أنا ما عنديش 24 سنة دلوقتي. أثناء التجلي. أثناء التجلي أه. حضرتك كنت عندك 24 سنة. أه. في الوقت ده نبض الشارع، يعني في البداية، في بداية الأمر، ما بين مؤيد ما بين مشكك، وشفنا أه إن في طرق كثيرة كانت بتستخدمها الدولة عشان خاطر تتحقق إن ما يكونش أيوة فيه أنا سمعت أي حاجة من تقنيات يقول إن ده مش تجلي. أنا سمعت حاجات كتيرة قوي عن الموقف ده. إيه اللي كان إيه اللي كان بيدور في الشارع، أو إيه اللي كان بيتقال في الوقت ده؟ اللي أنا سمعته، بس ما سمعتوش مباشر، سمعته من الناس بتتكلم تقول كانت في ساعة التجلي بتاعها في أول يوم كانوا جم طفوا النور بتاع المنطقة كلها عشان يشوفوا دي كشافات ولا حاجات مضافة قدام الكنيسة عشان تعمل الحدث ده، كسروا الفوانيس اللي حوالين الكنيسة، اللي أنا سمعته، لكن أنا ما سمعتهمش مباشر، سمعت الكلام من الناس يعني مش. وبعدين في جت تقريبا شرطة أو حاجة زي كده وطفوا المنطقة كلها طفت، ولكن الطيف كان بيظهر بنفس أسراب حمام وبخور، وناس كتيرة اتكلمت قالت برضو في هذه الأثناء كان الحدث، الناس اللي هي واقفة عشان تتأمل فعلا الكلام ده حقيقي ولا لا من جهات رسمية، يعني شافوا الكلام ده على حقيقته والنور مطفي.